أنا مايا. مساء الخير من حلب، أقرأ لأنسى الحرب. هيك غردت بانا العبد بنت السبع سنين من مدينة حلب على تويتر، ومع هدول التغريدات أرفقت صورة إلها وهي عم تقرأ بكتابها المفضل. كلنا منعرف إنه بسوريا حتى الطفل حمل هم ومسؤولية أكبر من عمره، وبانا العبد قررت بمساعدة إمها فاطمة توثق تجربة الحرب بسوريا وبحلب بشكل خاص من خلال موقع تويتر اللي إلها عليه حساب خاص باسم بانا العبد، بتلاقوه بوصف الحلقة. تغريدات بانا اللي هي عبارة عن كل يوم تغريدة بتركز على الوضع الإنساني والمعيشي بظل القصف اللي عم تتعرض له مدينة حلب من مدة طويلة، والرعب اللي صاب الجزء الشرقي من المدينة واللي بتعيش فيه بانا مع عائلتها. بانا بطلت تروح على المدرسة من وقت انقصفت مدرستها، وهيك انضمت لحوالي 7 ملايين طفل سوري بدون تعليم، بس عم تحاول إمها اللي هي مدرسة لغة إنجليزية إنها تساعدها وتدرسها من الكتب اللي لسه موجودة بالبيت. فاطمة إمها لبانا قدرت تكون قدوتها، مشان هيك بانا بدها تصير مدرسة مثل إمها، بس هي خايفة إنها ما تلحق تحقق هالحلم، وبتقول بتغريدة من تغريداتها: توقفوا عن قتلنا، أريد السلام لأصبح مدرسة، فهذه الحرب تقتل حلمي. ورغم الخوف بتحاول بانا تقوي حالة مشان أخوها نور ابن 5 سنين وأخوها محمد اللي عمره 3 سنين. بتقول: أشعر كل ثانية بأن الطائرات ستخطف أرواحنا، وأصرخ طوال الوقت ولا أستطيع النوم بسبب القصف، كما أني لا أستطيع الخروج، وحديقتي دمرتها إحدى الضربات، والمنزل هو ملاذنا الوحيد الآن. تغريدة ثانية بتقول: عزيزي العالم، لم يعد لدينا طعام أو مستشفيات، عزيزي العالم نراقبك وأنت لا تتحرك. رغم أنه الحرب بلشت بحلب وقت كان عمر بانا 3 سنين، بس هي بتقول أنه عندها ذكريات من قبل الحرب. أتذكر عندما كان والداي يأخذاني إلى المطعم لتناول وجبة الطعام، ونذهب إلى المنتزه وحديقة الحيوان. رغم كل هالصعوبة والوضع الإنساني المتردي، ما بتحب بانا تفكر بالحياة كتير، وبتحب الأشياء اللي عندها. بتقول بإحدى التغريدات: لم أحصل على دمى جديدة، لكنني أحب الموجودة عندي الآن، ولعبي هي أحب الأشياء لي. وبنختم كمان مع تغريدات بنت الشمس بانا عن حبها لسوريا وكيف بتتمنى تشوفها: أريد أن تكون سوريا جيدة، أحب سوريا وأريد أن أعيش هنا للأبد.